نادراً ما يغادر بلاده، لكن رحلة قريبة سيغادر فيها بقطار مصفح إلى مدينة تقع على الساحل الروسي بهدف لقاء نظيره فلاديمير بوتين في سبتمبر الجاري. هذا ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ليعلن بعدها البيت الأبيض أن لقاءً مرتقباً سيجمع الزعيمين في إطار مفاوضات الأسلحة الجارية بين البلدين، بهدف إمداد موسكو بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات، مقابل إمداد بيونغ يانغ بتكنولوجيا روسية متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. رحلة كيم تأتي في الوقت الذي تناقش فيه موسكو إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع بيونغ يانغ، وبعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لكوريا الشمالية في يوليو الماضي، حيث حضر عرضاً عسكرياً كبيراً هناك.